اللي صار معانا انه زوجتي واولادي راحوا يعيدوا على اخوهم. اللي بسواه العيد وراحوا يعيدوا على اخوهم اطفال ابرياء. قعدوا عند اخوهم ضربوا دار اخوهم من دون سابق انذار. ضربوا دار اخوهم من دون سابق انذار. استشهد الحمد لله الي الحمد لله عند ربنا زوجتي صهيب وصهيب ابني عمره 14 سنة وعبد الرحمن ابني عمره 8 سنين وعندي واحد في العناية المركزة أسامة عمره 5 سنين أو 6 سنين عمره استشهد هاي استشهد الله يرحمه عند ربه الحمد لله الحمد لله عند ربه الحمد لله يوم يقولوا لي استشهد الحمد لله عند ربه عند ربه الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله وعندي واحد طلعوا عمر 5 شهور الحمد لله رب لما قطعناش طلعنا واحد الحمد لله كل حال وعندي واحد مفقود لحتى اللحظة يحيى عمره 11 سنة لحتى المفقود الحمد لله على كل حال.